السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم في واحد من فيديوهات سلسلة وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. وحديثنا اليوم عن المغضوب عليهم في القرآن الكريم. فيقول تعالى في سورة الفاتحة: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ففي الآية السادسة يطلب المصلي من الله أن يهديه إلى الصراط المستقيم. ما هي الصراط المستقيم؟ صراط الذين أنعم الله عليهم، وليست صراط المغضوب عليهم ولا صراط الضالين. وفي صلاتنا في كل ركعة من ركعات الصلاة نتلو سورة الفاتحة، والآية الخامسة من سورة الفاتحة تنص عليه: إياك نعبد وإياك نستعين. نقول لله: نحن نعبدك يا الله، ونحن نستعين بك يا الله. ويقول تعالى: واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم. فالله يعلمنا. فعندما نريد أن نعرف من هم الذين أنعم الله عليهم، ومن هم الذين مغضوب عليهم، ومن هم الذين هم الضالين، نرجع إلى التفسير، لا نرجع إلى أقوال الأفراد. وأفضل تفسير لآيات القرآن الكريم هو الاستعانة بكلام الله في القرآن الكريم، تفسير القرآن بآيات من القرآن. وعن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: كنت خلف النبي صلى الله عليه وسلم فقال لي: يا غلام، إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، وإذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بما كتب الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف. رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح. فعندما نسأل فلنسأل الله، وعندما نستعين فلنستعن بالله جل وعلا. واحد، الكافرون بما أنزل الله. فيقول تعالى: ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين. بئس ما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله بغيا أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده، فباءوا بغضب على غضب، وللكافرين عذاب مهين.
لما جاءهم كتاب من عند الله الذي هو القرآن مصدق لما معهم أهل الكتاب، وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا، فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به ولم يؤمنوا به، فلعنة الله على الكافرين. بئس ما اشتروا به أنفسهم، أن يكفروا بما أنزل الله بغيا أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده، فباءوا بغضب من الله على غضب لأنهم كفروا بما أنزل الله. فالكفر بما أنزل الله سبب من أسباب غضب الله على من كفر بآيات الله، وللكافرين عذاب مهين. ثانيا، الكافرون بآيات الله القاتلون للأنبياء بغير حق. فيقول تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله، ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم، منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون. لن يضروكم إلا أذى، وإن يقاتلوكم يولوكم الأدبار ثم لا ينصرون. ضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس، وباءوا بغضب من الله وضربت عليهم المسكنة، ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون الأنبياء بغير حق، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. هؤلاء باءوا بغضب من الله لأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون الأنبياء بغير حق، فباءوا بغضب من الله بما عصوا وكانوا يعتدون. عصوا ولم يؤمنوا بآيات الله، واعتدوا على الأنبياء، قتلوهم بغير حق. القاتلون للمؤمنين عمدا، القتل العمد لأي مؤمن. فيقول تعالى: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. من يقتل مؤمنا متعمدا، القتل العمد لأي مؤمن، جزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه في الدنيا والآخرة ولعنه وأعد له عذابا عظيما في الآخرة. أهل الكتاب الناقمون على الذين آمنوا. فيقول تعالى: قل يا أهل الكتاب هل تنقمون منا إلا أن آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل من قبل وأن أكثركم فاسقون. قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله؟ من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت، أولئك شر مكانا وأضل عن سواء السبيل. هذا الحديث في هذه الآية موجه إلى أهل الكتاب. هل تنقمون منا، تنقمون من الذين آمنوا، إلا أن آمنا بالله، لأن الذين آمنوا آمنوا بالله، وما أنزل إلينا وما أنزل من قبل، ما أنزل إلينا هو القرآن الكريم،
وأنزل من قبل في كتب أهل الكتاب الغير محرفة، وأن أكثركم فاسقون. أكثر أهل الكتاب فاسقون. قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله؟ من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة وجعل منهم الخنازير وجعل منهم عبد الطاغوت، أولئك شر مكانا وأضل عن سواء السبيل. فالذين ينقمون على المؤمنين هم الذين استحقوا غضب الله عليهم. المجادلون لله في أسماء سموها، فيقول تعالى: قال قد وقع عليكم من ربكم رجس وغضب، أتجادلونني في أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما نزل الله بها من سلطان، فانتظروا إني معكم من المنتظرين. وقع عليهم من الله رجس وغضب، لأنهم جادلوا في أسماء سموها هم وآباؤهم ما نزل الله بها من سلطان، فأعطاهم الله الفرصة للانتظار: إني معكم من المنتظرين. أصحاب العجل من بني إسرائيل، فيقول تعالى: إن الذين اتخذوا العجل سينالهم غضب من ربهم وذلة في الحياة الدنيا وكذلك نجزي المفترين. الذين اتخذوا العجل من بني إسرائيل سينالهم غضب من ربهم وذلة في الحياة الدنيا قبل الآخرة، وكذلك يجزي الله المفترين، لأنهم افتروا على الله باتخاذهم العجل. الذين أخلفوا موعدهم مع سيدنا موسى عليه السلام، فيقول تعالى: فرجع موسى إلى قومه غضبان أسفا، قال يا قوم ألم يعدكم ربكم وعدا حسنا أفطال عليكم العهد أم أردتم أن يحل عليكم غضب من ربكم فأخلفتم موعدي. لما عاد موسى إلى قومه غضبان أسف، فيه غضب وأسف، قال يا قوم ألم يعدكم ربكم وعدا حسنا أفطال عليكم، لم تصبروا، طال عليكم العهد، أم أردتم أن يحل عليكم غضب من ربكم فأخلفتم موعدي. هم أخلفوا الموعد سيدنا موسى عليه السلام، فاستحقوا الغضب من الله. الذين يولون الأدبار في يوم الزحف بغير تحرف لقتال أو تحيز إلى فئة، فيقول تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار. ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير. تولي في يوم الزحف دون أن يكون ذلك التولي تحرفا لقتال أو تحيزا إلى فئة لمساعدة فئة،
أو متحرفا يأخذ وضع آخر يجهز للقتال، فقد باء بغضب من الله. من يولي الكافرين دبره في يوم الزحف في الحرب يبوء بغضب من الله، ومأواه جهنم وبئس المصير. يغضب الله عليه في الدنيا ويجزيه جهنم في الآخرة وبئس المصير. المرتدون عن الإسلام والشارحون صدورا بالكفر. فيقول تعالى: من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم. الذي كفر بالله من بعد أن كان مؤمنا إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، ولكن الذي شرح بالكفر صدرا والذي كفر بعد إيمانه فعليهم غضب من الله في الدنيا ولهم عذاب عظيم في الآخرة. الطاغون من بني إسرائيل في الأكل من رزق الله. فيقول تعالى: يا بني إسرائيل قد أنجيناكم من عدوكم وواعدناكم جانب الطور الأيمن ونزلنا عليكم المن والسلوى، كلوا من طيبات ما رزقناكم ولا تطغوا فيه فيحل عليكم غضبي، ومن يحلل عليه غضبي فقد هوى. الخطاب موجه إلى بني إسرائيل، الله أنجاهم من عدوهم وواعدهم جانب الطور الأيمن، ونزل الله عليهم المن والسلوى، رزق حلال لآكلوه، كلوا من طيبات ما رزقناكم ولا تطغوا فيه، لا تأكلوا بالزيادة عن المطلوب فيحل عليكم غضب من الله، ومن يحلل عليه غضب من الله فقد هوى، فقد ضاع، فقد خسر خسرانا مبينا. الزوجة الكاذبة في أيمان الملاعنة. والملاعنة عندما يتهم زوجا زوجته بإتيان الفاحشة وليس معه 4 شهداء وليس معه دليل، فيجتمع الزوجان ويحلفان بالله 5 شهادات، فيقول تعالى: والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. إذ هي شهدت 4 شهادات بالله أنها لم ترتكب الفاحشة، فالخامسة تقول أن غضب الله عليها إن كان هو صادق وهي كاذبة. غضب الله عليها إن كان من الصادقين. وفي الملاعنة أيضا في شهادة الزوج: والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين، إن كانت تهمته كذبا وهي شريفة وليست زانية أو فاعلة للفاحشة، عليه لعنة الله، أما هي فعليها غضب من الله. المحاجون في الله من بعد ما استجيب لهم. فيقول تعالى: والذين يحاجون
يشكون في الله من بعد ما استجيب له حجتهم داحضة عند ربهم وعليهم غضب ولهم عذاب شديد. الذين يحجون في الله من بعد ما استجاب الله لهم حجتهم داحضة عند ربهم وعليهم غضب من الله ولهم عذاب شديد في الدنيا والآخرة. المنافقون والمنافقات والمشركون والمشركات. فيقول تعالى: ويعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات الظانين بالله ظن السوء عليهم دائرة السوء وغضب الله عليهم ولعنهم وأعد لهم جهنم وساءت مصيرا. الله يعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات الظانين بالله ظن السوء عليهم دائرة السوء وغضب الله عليهم ولعنهم وأعد لهم جهنم وساءت مصيرا. المنافقون والمشركون. الذين من غير المؤمنين ويحلفون على الكذب وهم يعلمون. فيقول تعالى: ألم تر إلى الذين تولوا قوما غضب الله عليهم ما هم منكم ولا منهم ويحلفون على الكذب وهم يعلمون. أعد الله لهم عذابا شديدا إنهم ساء ما كانوا يعملون. قوم تولوا قوما غضب الله عليهم ما هم من المؤمنين ولا من غيرهم ويحلفون على الكذب وهم يعلمون الحق فالحلف على الكذب مع علمهم بالحق يؤدي إلى غضب من الله عليهم ويعد الله لهم عذابا شديدا بما كانوا يعملون. فيقول تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتولوا قوما غضب الله عليهم قد يئسوا من الآخرة كما يئس الكفار من أصحاب القبور. خطاب موجه للذين آمنوا بعدم تولي قوما غضب الله عليهم. لا تتولوا أيها المؤمنون أي قوم غضب الله عليهم. كيف نعلم من الذين غضب الله عليهم؟ ما ورد في آيات القرآن الكريم من غضب الله على الأقوام وأسباب ذلك. قد يأسوا من الآخرة، وشبه الله يأسهم من الآخرة كما يأس الكفار من أصحاب القبور، لأن أصحاب القبور لا ينفعون ولا يضرون. أدعو حضراتكم مشكورين للاشتراك بهذه القناة subscribe to the channel دعما لها وتيسيرا على حضراتكم للدخول إلى موقعها ومشاهدة محتوياتها واختيار ما يناسبكم منها. ويسعدني ويشرفني أن أخطر حضراتكم بأن عدد المشاهدات لمحتويات هذه القناة قد وصل إلى 55,539 مشاهدة حتى وقت إعداد هذا الفيديو. ويسعدني ويشرفني أيضا أن أوضح لحضراتكم رابط
هذه القناة على اليوتيوب لتيسير دخول حضراتكم عليها والاستفادة بما فيها. ويقول تعالى: ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون. ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها أو جذورها ثابتة في الأرض وفرعها فروعها المتعددة في السماء عاليا تؤتي أكلها تؤتي ثمارها كل حين دائما وليس في موسم معين كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون. فلنحاول أن ننشر الكلمة الطيبة ليجزينا الله أجرها، ومن ينشر كلمة طيبة للغير يستفيد أجر من الله، وكل من نشر ونشر ونشر من الأجيال التالية هذه الكلمة الطيبة يؤجر عليه من أول واحد إلى المتعددين جميعاً دون أن ينقص ذلك من أجر أي منهم شيء. فهذه فرصة لننال الأجر من الله بمشاركة الكلمة الطيبة ونشرها بين الناس. ويقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سن في الإسلام سنة حسنة كان له أجرها وأجر من عمل بها من بعده لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا، ومن سن في الإسلام سنة سيئة كان عليه وزرها ووزر من عمل بها من بعده لا ينقص ذلك من أوزارهم شيئا. فلنستفد بسنة الحسنة بنشر الكلمات الطيبة و تذكير الناس ونفع المؤمنين إن شاء الله. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وأدعو الله أن يوفقني وإياكم لنشر الكلمة الطيبة ابتغاء مرضات الله بين الناس جميعا، ولتبقى لنا زكاة علم في الدنيا والآخرة علم ينتفع به في الدنيا والآخرة، وطاعة لأمر الله بالتذكير وذكر، فإن الذكرى تنفع المؤمنين وهذا فيه نفع للمؤمنين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.